اتكلمنا الفيديو اللي فات عن نعمل ايه اول يوم الجامعه، او لو احنا لسه طلاب جامعيين جداد. لو مشوفتش الفيديو ده هتلاقيه في الاي اللي هنا دي كده، ادخل اتفرج عليه عشان هينفعك جدا جدا، وده اصلا مترتب عليه الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. فروح اتفرج على الفيديو اللي هناك الاول، وبعد كده تعالى اتفرج على الفيديو ده. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ازاي تكسب ثقه بنفسك جدا، ولو انت ثقتك بنفسك 2/10 او 5/10 في الفيديو ده هخلي ثقتك بنفسك 20/10. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى في السلام وتفشل سبيكر، ادخل كده قلت لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه، الجامعه. اتكلمنا عن الجامعه كتير قوي في القناه هنا، وبرده في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تعمل ايه اول يوم الجامعه، مهم جدا جدا، قلت لكم لازم تتفرجوا عليه. فخلينا في الفيديو بتاع النهارده، وهي عن الثقه بالنفس، ازاي تكتسب ثقه بنفسك لو انت ما عندكش ثقه بنفسك خالص، ودي هتبقى حاجه كارثيه لو انت فعلا داخل الجامعه وما عندكش ثقه بنفسك. لازم تعرف زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان الثقه بالنفس دي حاجه انت مش بتتولد بيها، دي حاجه سكيل او مهاره انت المفروض بتكتسبها في الحياه. وزي برده ما قلنا برده في الفيديو اللي فات، لو انت بتتفرج على كريم عفت فانت لازم تكتسبها، وده الموضوع مش اختياري، ده اجباري. ففي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ازاي تكتسب ثقه بنفسك في كل حاجه، ونقفل بقى الموضوع ده من بابه. اول حاجه شجع نفسك، ولو انت مش عارف تشجع نفسك وفي حد بيشجعك فانت ما حدش هيعمل الحاجه اللي انت بتعملها دي. طب ازاي تشجع نفسك؟ عملنا فيديوهات كتيره جدا جدا في القناه ازاي تكتسب ثقه بنفسك وازاي تشجع نفسك وازاي تعمل كل ده. بالاخص او بالاختصار، لازم تشجع نفسك على الحاجه اللي انت داخلها، لازم تشجع نفسك ان مفيش حد هينفعك غير نفسك، فلازم تشجع نفسك انك تعمل الحاجه دي، وده طبعا هيديك ثقه بنفسك ان انت فعلا تقدر تعمل الحاجه دي، فانت كده فوق. تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، وهو انك تلعب رياضه او تلعب جيم. موضوع الرياضه او الجيم ده لوحده، بس لو انت اصلا 3% فموضوع الرياضه او الجيم ده هيخليك 11% لوحده، يعني ده تقريبا اكتر من نص الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اصلا في الثقه بالنفس كلها. انا عايز اقول لك اللي انت حرفيا في 12 شهر بس لو انت بتلعب جيم انت هتكتسب 12 كيلو كتله عضليه. فانت متخيل، هات اي جسم اي حد وضيف عليه 12 كيلو كتله عضليه وشوف هيبقى شكله عامل ازاي. فموضوع الجيم مهم جدا 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 كان في الشكل، وهيترتب برده عليه برده ستايل اللبس، عشان لو انت جسمك هيبقى حلو فانت اللبس اللي عليك هيبقى حلو، فكل حاجه تحتيها هتترتب عليها، اولها لازم يكون الجيم. فلازم تكون بتلعب جيم كويس وتستمر في الجيم ده، عشان الجيم ده هيترتب عليه حاجات كتيره جدا جدا زي اللبس والستايل والشكل والشعر وكل حاجه زي دي. فلازم تهتم بالجيم جدا 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 او الرياضه عموما. ثالث حاجه وهو تبعد عن الناس السلبيه، اذا كان بقى اصحابك اهلك اي حد حرفيا بيحبطك او مش بيديك حقك في الحاجه اللي انت بتعملها فانت لازم تفكس منه خالص. ايه الموضوع صعب؟ ومين قال اللي هو سهل اصلا؟ هو الموضوع مش بالسهل خالص. فلو اي حد بيديك طاقه سلبيه، اذا كان اهلك صحابك اي حد، افكس عنه على طول. رابع حاجه وهي تتعلم حاجه جديده. طول ما انت بتتعلم حاجه جديده، طول ما انت بتكتسب ثقه بنفسك ان انت بتعرف مجالات كتيره وحاجات كتيره بتعرفها احسن من الناس، او هتبقى عندك علم احسن من الناس، فالنقطه دي هتديك ثقه بنفس جامده جدا. اذا كان بقى لغه جديده، اذا كان رياضه جديده، اذا كان حاجه انت بتتعلمها جديده، ده هيديك ثقه بنفسك. طبعا الناس طبعا بقى هتتكلم وتقول لك انت لابس نفس اللبس بتاع الفيديو اللي فات، فانا مش عارف صراحه ارد عليهم ايه، ما هم الاثنين اصلا تبع بعض، فانا مش فاهم انت ليه بتقول حاجه زي كده. بس ندخل بقى ايه على النقطة الخامسة، وهي الناس كلها بني ادمين زيك، وانت لو خدت النقطة دي في بالك او في مخك ومشيت عليها حرفيا حياتك كلها تتظبط. انا كنت دايما ببص للناس كلها ان هم ازاي عندهم ثقة بنفسهم وانا لا، وانا عندي غلطات كتيرة وهم مش عندهم، ولكن الموضوع طلع عكس اصلا، هم عندهم برضو غلطات، برضو هم برضو بني ادمين زيك وزي اي حد وكلنا عندنا غلطات، بس هم عرفوا يتخطوا الغلطات دي ويخبوها ويبقى عندهم ثقة بنفسهم عالية، انت لسه. فلازم تؤمن بحتة ان الناس كلها زي بعض ومحدش فينا احسن من حد، زي ما هم عندهم غلطات انت عندك غلطات، بس الفرق ما بينهم بس وبينك ان هم خبوا الغلطات دي او حاولوا يصلحوا الغلطات دي وعلوا ثقتهم بنفسهم، لكن انت لسه. هي النقطه دي مش عاجباني وانا بتكلم فيها ومفروض اعيدها تاني، بس انا بصراحه ما عنديش خلق ان انا اعيد النقطه دي تاني، بس انت اكيد يعني فهمتني في النقطه دي. سادس حاجه وهي تجرب تعمل حاجات جديده، ودي طبعا غير النقطه الرابعه اللي هي انت هتتعلم تعمل حاجات جديده، دي حاجه ودي حاجه. جرب تعمل حاجات جديده، زي جرب مثلا تروح اماكن جديده، تتعرف على ناس جديده، تعمل سكيل حاجات مختلفه جديده، او تتعلم مهارات جديده مختلفه، يعني حاول تعمل حاجات جديده وتخرج في اماكن جديده انت ما كنتش اصلا عارفها او ما كنتش اصلا تعرف عنها حاجه او ما رحتهاش قبل كده، وده هيديك برده ثقه بنفسك عاليه جدا. سابع حاجه وهي اهم حاجه، افهم إن
انك مش محور الكون، محدش باصص لك، محدش بيبص على الحاجات اللي انت بتعملها، محدش مركز معاك، كل دي بتبقى اوهام في دماغك. فكره ان انت بتبقى مركز مع الناس كلها مركزه معاك والكلام ده، لا هو كل واحد اصلا مركز في حياته، محدش اصلا مركز فيك خالص ولا مركز انت بتعمل ايه ولا اي حاجه خالص. فانت مش محور الكون، فده ممكن يشيل من عندك ضغوطات انك مش عارف تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. فلما تلاقي الناس مش بصالك او محدش مركز معاك، فهيبقى عندك حريه انك تعمل الحاجه دي براحتك جدا. طبعا لو انت عملت السبع حاجات دي ثقتك بنفسك هتبقى فوق جدا جدا جدا. وتقريبا الفيديو ده انا لخصت لك كل حاجه. لو عايز اصلا نكمل السلسله دي ونتكلم بقى عن تختار لبسك ازاي في الجامعه وتذاكر ازاي وتتعامل ازاي وكل حاجه في الجامعه، اكتبوا تحت في الكومنت اللي احنا عايزين فعلا سلسله عن الجامعه، والسلسله دي فعلا انتم مهتمين بيها وانا مش هتردد خالص وهعمل السلسله دي. وطبعا لو ما شفتني ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.